ديما مول ديال البدايه لا بدا كتستعمل المراجع كدير ولكن الا خليتي حتى الاخر راه كتفوضات التحقيق فوضات الاحداث وحل لاسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصي على تشريفهم لي بالحضور في هذا اليوم وعلى دعواتهم لي بالتوفيق فأشكركم من صميم القلب وأكن لكم جميعا الحب والاحترام والتقدير. المطروحة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر بعد إدخال تعديلات وملاحظات اللجنة. ربي يسلم. أجل حجج. الله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا فضل من الله عز وجل عليا، هذا فضل من الله علي ان نعم عليا حتى العائله ديالي شافتني وصلت لهذه الدرجه العلميه، نتمنى انهم يكونوا فخورين بيا، نتمنى انه يكونوا نكون شرفتهم خير شريف في هذا اليوم المبارك. تنتمنى التوفيق لجميع زملاء المهنه، وتنتمنى للجميع اي واحد يعني بغى يسلك مسار علمي مورا سلك الماستر بالحصول على درجه علميه اعلى اللي هي الدكتوراه، فكنتمنى له كل التوفيق. بطبيعه الحال هذا يوم سعيد انه يشاركني عدد من الزملاء لا في الحضور ولا في لجنه المناقشه من قبيل الاستاذ الخضراوي اللي هو استاذ جميع القضاة، وكنتشرفوا بالصداقه ديالو، تنعتزوا به كقدوه لنا نحن القضاة الشباب. ايضا كنشكر من هذا المنبر جميع الاساتذه اللي كانوا في اللجنه، وكنشكر الحضور الكريم، وكنشكركم انتم كذلك اللي شرفتوني بالحضور في هذا اليوم، وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم مجددا. انت طالب باحث واعز ما يطلب كما قال مدينه عمر شو طالب العلم، فهذه هذا شيء. ولكن ايضا عندما يكون الطالب الباحث ينتمي الى اسره القضاء من الجيل الجديد، اكيد انه فخر لاسره القضاء انه ورمزيه كبيره انه قضاتها ما زالوا يبحثون يعني في الجوانب الاكاديميه، يطورون من مستواهم الاكاديمي، يطورون من وينقلون تجربتهم العمليه الى الجانب الاكاديمي ايضا ليطوروا البحث العلمي. اكيد ان هذا التلاقح ما بين الاكاديمي وما بين المهني خاصه في اسره القضاء يطور يعني العمل داخل اسره العداله. اكيد انه لقاء متميز من طالبين نال درجه مشرف جدا من خلال عمل موضوعي، عمل رصين، والاكيد ايضا انه لقاء اتاح لنا فرصه تبادل الرؤى بيننا كاعضاء لجنه، وفي موضوع شائك، موضوع مرحلي، موضوع عنده جوانب حقوقيه، جوانب مجتمعيه، جوانب تنظيميه تدبيريه، في عدد من السلطات، عدد من المؤسسات يهم الحريات، يهم الحقوق، ونحن الان نعرف المشروع المجتمعي الكبير الذي يقوده جلاله الملك يقوم على الحريات وعلى الحقوق، وهي امور هامه جدا. دراسات مثل هذه وطروحات مثل هذه ستفيد ولبنه جديده بطبيعه الحال في هذا المسار الاصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال. فشكرا لكم استاذي الكريم، واشكركم مره ثانيه على تلبيتكم للدعوه لمناقشه هذا العمل. انا اليوم احد الابناء ديالي البراره، ومتنقل احد الابناء البراره، اذا الابناء اللي عندهم واحد الخصال الاخلاقيه عاليه جدا، والحمد لله يعني كطالب باحث عنده الكاسكيطه ديال الطالب الباحث، بالاضافه انه ينتمي الى السلطه القضائيه، وهذا فخر كبير جدا اننا سنلقاو بين هذا النبت الطيب اللي تيمشي للسلطه القضائيه اللي تيشمل كما تنقولوا الاخلاق والخلقه والخلق. والموضوع اللي تناقشوا الطالب سي عبد الله اللي ناقشوا اليوم الحمد لله وخداه بواحد الميزه مشرف جدا مع توصيه بالنشر، ولقى واحد الاستحسان كبير جدا من طرف الاعضاء ديال اللجنه، اللي اعضاء ديال اللجنه بهذه المناسبه تنوجه لهم كل الشكر والتقدير، وكنت سعيده جدا بالتواجد معهم، خاصه انهم من طينه كبيره جدا ولهم باع علمي، وكما نقدروا نقولوا نسميوهم كل واحد فيهم مكتبه متنقله، على راسهم الاستاذ الكريم سيدي محمد مومن، الاستاذ كرام محمد كرام، الاستاذه خدوش فلاح الزميله والصديقه ورفيقه المسيره العلميه، بالاضافه الى الدكتور الكريم الذي شرفنا اليوم اللي هو ابن هذه الكليه، الابن البار من طبيعه الحال سيدي محمد الخضراوي، فلي اليهم كل الشكر والتقدير. اشكركم على حضوركم بطبيعه الحال وعلى المواكبه ديالكم اللي دائما في الندوات
العلمية، وكذلك اليوم فاجأتوني في إطار حتى المواكبة ديال المناقشات دكتورة بطبيعة الحال صوت العدالة. شكرا لكم، وتنتمنى يكون فعلا صوت ديال العدالة حاضرا، وهو فعلا حاضرا. أتمنى لكم مسيرة موفقة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.